هاد المسألة ديال الحج راه مسألة دينية شرعية، ما هي شي من الأمور الضرورية للمعيشة، فلذلك هي محددة في القرآن بالاستطاعة. لذلك ثم راه ما حتى شي واحد ما زايد فرانك على شي حج فيما يتعلق بتنظيم الوزارة نهائيا، راه البطاقة بقت هي هي، والحمد لله السكن في المدينة ومكة ما زادش على 2019. الأمور الأخرى راه هي خدمات لا تفوض فيها، وما كاينش شي حاجة ديال شي بلاد فيها مستثنى نهائيا. شكرا.